كما أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وتمنياتهما نجاح أعمال هذه القمة. إن الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى امتثالا للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة يخرج المنطقة من دوامة العنف المتكررة ويحقن الدماء ويؤسس لسلام عادل وشامل واستدام. إننا نؤكد رفضنا القاطع للانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة ونشجب كل استهداف للمدنيين أينما كانوا ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني ونرفض الازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي. وهنا لا يكفي الكلام، إنما أن يكون هناك تحرك جدي، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء والتي تهدد وعاقب غير محمودة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من جانب إسرائيل.